مساء الخير. بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم زيارة إلى العاصمة البريطانية لندن. من المقرر أن تشهد توقيع اتفاقيات في مجال التسليح والتعاون العسكري والأمني. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون، وتشمل أيضا مباحثات بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط. وتثير الزيارة جدلا بسبب الانتقادات الواسعة التي يوجهها ناشطون مصريون لسجل نظام حكم الرئيس المصري في مجال حقوق الإنسان، واتهامهم له بالمسؤولية عن أعمال عنف وقمع تعرض لها مدنيون مصريون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.